على مدار عام، على مدار سنة فاتت تقريبا سنة، عام يسمى عام من الاضطراب في منصة تويتر سابقا أو إكس حاليا. الجديد بقى المرة دي بعد الأخبار اللي كل فترة بتظهر عن قرارات المالك الجديد لهذه المنصة المعروفة طبعا والمشهورة جدا، أعلن إيلون ماسك مالك منصة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر إن المنصة هتقدر دلوقتي تجمع بياناتك البيومترية. يعني ده هنفهمه بالتفصيل مع ضيفنا، لكن الموضوع بقى بيقول إيه؟ إن التجميع ده هتشير التحديث الجديد اللي هو تحديث تويتر الجديد اللي تمت إضافته إلى سياسة خصوصية النظام الأساسي، إلى إن لديه الآن أو التطبيق ده معاه الآن إذن لجمع بصمات أصابع مستخدميه، مسح شبكية العين، التعرف على الصوت والوجه. يعني مجرد ما تفتح التطبيق كده خلاص تعرف على وشك، فده هيخزنه عنده بقت بصمة عنده، بصمة الإيد. يعني التحديث ده إن أي شخص بيستخدم التحقق من بصمة الأصبع لتسجيل الدخول إلى التطبيق من الموبايل أو بينشر صور أو مقاطع فيديو على المنصة بيمكن من خلالها إن هو يقرأ ويحفظ كمان ومعاه إذن بكده بيانات المستخدم البيومترية المفهرسة من قبل الشركة. موضوع اللعب بالبيانات المستخدمين أو استخدامها ده كان موضوع حساس جدا والناس اتكلمت فيه كتير، لكن السياسة الجديدة كمان بتصف إن هي مهتمة بالقياسات الحيوية للمستخدمين، على إنها يعني المبرر لمالك المنصة بيقول إنها لأغراض السلامة والأمن وتحديد الهوية. كمان المنصة أضافت في بيانها إن جمع البيانات هيكون حوالين التاريخ الوظيفي للمستخدمين، يعني مش بس اللي احنا قلناه بصمة العين والإيد والصوت وكل ده، لأ هياخد كمان الخلفية التعليمية والبيانات أو التاريخ الوظيفي ونشاط البحث عن وظيفة. يعني هو غالبا كده نقدر نقول إن هو هياخد كل حاجة عن المستخدم. ده بيعني إن كل بياناتك الحيوية والشخصية جدا والاجتماعية هتكون في أرشيف إكس خلال الفترة الجاية. طيب إيه مدلولات ده الخطيرة اللي بتتعلق بالخصوصية؟ ويا ترى المنصات دي هتستفيد إيه من جمع البيانات الدقيقة جدا دي؟ إحنا معانا الدكتور محمد عسكر خبير التكنولوجيا وأمن المعلومات يقول لنا إيه القصة؟ إحنا كان معانا من فترة وبنتكلم عن جمع البيانات والفيديوهات والصور للاستخدام في الفيديوهات المفبركة أو التزييف العميق الديب فيك. دكتور محمد برحب بيك معانا. تحياتي يا أستاذ يوسف لحضرتك ولجمهورك الكريم في مصر والوطن العربي. أشكرك دكتور محمد. من أسبوع كنا بنتكلم عن وكنا حذرنا من أن الناس تخفف صورها وفيديوهاتها على مواقع التواصل لاستخدامها فيما بعد في التزييف العميق من خلال الذكاء الاصطناعي. النهاردة عندنا منصة تويتر طلعنا ببيان خطير جدا، ايه الموضوع بقى يا فندم؟ هو الحقيقه منصه تويتر او اكس حاليا تويتر سابقا ابتدت اعلنت منذ يعني ساعات ان هي هتقوم بجمع البيانات البيومتريه للمستخدمين، ونقصد بالبيانات البيومتريه هي بصمات الاصبع او شبكيه العين او الوجه او انماط ضغط المستخدم على المفاتيح في جهاز الموبايل بتاعه او حتى السلوكيات الجسديه بتاعته. ده الحقيقه تطور بيثير القلق لدى بعض الناس، لان احنا لسه مش عارفين، لا يزال من غير الواضح ايلون ماسك عايز يعمل ايه بالبيانات البيومتريه للمستخدمين. يمكن زي ما حضرتك قلت هو المعلن ان هو بيقول ان ده الاغراض السلامه والامن وتحديد الهويه. البيانات البيومتريه كانت مستخدمه منذ فتره على المستويات الامنيه او المستويات المخابراتيه لتتبع خارجين عن القانون او بعض الحالات الارهابيه، وحتى كانت تستخدم في بعض الحالات اصدار التاشيرات الى بعض الدول الاوروبيه زي الشنغن، حتى في بعض الدول العربيه والخليجيه ده مستخدم بعض التأشيرات. يعني من الجمهور الكريم سافر بعض الدول الأوروبية والعربية هتلاقي في بعض بصمات العين أو بصمات الإصبع. لكن تكون موجودة على منصة الناس بتستخدمها كل يوم، ده الأمر الجديد في الموضوع. بالظبط كده. ما النهاردة أنا لما يبقى دوت متاح لمنصة، ده بيثير عندي أنا تساؤلات كتيرة. يا ترى إزاي هيتم تخزين البيانات ديت؟ المنصة دي بتستعملها إزاي؟ إيه هي الدول المحدد بها إن هي يبقى عندها
صلاحيات الوصول للبيانات ديت ازاي، هيتم تامين بيانات البيومتري. حضرتك النهارده بتتكلم بيانات حساسه جدا، احنا مش بنتكلم على كلمه سر او كلمه لا، ده واخد كل حاجه، التاريخ الوظيفي و طيب يعني هو الموضوع، بس ممكن سريعا جدا دكتور محمد لو تكرمت. طيب انا احمي يعني نفسي ازاي؟ عايز احدد مدى الخطوره. انا ما بتكلمش على كلمه مرور بمعنى ان انا لو فقدتها ممكن اغيرها، انا بتكلم على بصمه الاصبع، بصمه الدين، بصمه. فاذا ده بيمثل خطوره كبيره، فعشان كده احنا لازم يبقى في توضيح او لازم يبقى في شفافيه. النهارده الاتحاد الاوروبي ابتدى يضع قانون للخدمات الرقميه، وابتدى القانون ده يطبق على 29 تقريبا منصه من منصات التواصل الرقمي. تمام. منها منصات امازون وابل ستور، ومنها حتى فيسبوك وانستجرام وغيرها. فاحنا لازم يبقى في شفافيه، لازم يبقى في وضوح ايه الهدف من الكلام دوت. الحقيقه ايلون ماسك عنده تصور ان هو عايز يحول تويتر مش بس تبقى منصه تواصل اجتماعي، لا، ايلون ماسك عنده خطه ان هو عايز يحول تويتر الى ما يسمى التطبيق الخارق، او ما يسمى السوبر اب او الافري ثينج اب. ان على عكس التطبيقات التقليديه اللي حضرتك بتقوم فيها بمهمه واحده او بوظيفه واحده، ان انت بتخش مثلا عندك تطبيق بتطلب بيه السياره، تطبيق بتطلب بيه طعام، تطبيق ثاني بتعمل بيه المعاملات البنكيه، لا، انا اقدر اوفر لك كل الخدمات دي في تطبيق واحد. تمام. هنشوف وهنتابع الفترة الجاية يعني مردودات هذه الحاجات أو البيانات أو القرارات الحديثة في هذا التطبيق المثير للجدل. دكتور محمد عسكر خبير أمن المعلومات، أنا بشكرك جدا لوجودك معنا.